السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف رحمه الله: وشرقه أي التواتر أن يبلغوا عددا، إلى آخره، في صفحة 206. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وشرطه أي التواتر أن يبلغوا عدداً، أعني نقلته، يمتنع تواطئهم على الكذب، إما لكثرتهم أو لدينه أو لدينهم وصلاحهم، ويشترط كونهم مستندين إلى حس لا إلى معقول لجواز الغلط فيه، ويشترط كونهم مستوين في طرفي الخبر أوله وآخره ووسطه، وفي اشتراط كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين، وفي اشتراط كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان ذكره الآمدي من المتفق عليه: كونهم بما أخبروا عالمين لا ظانين، واعتبره في الروضة، واعتبره في التمهيد إن قلنا هو نظري، لأنه لا يقع به العلم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر. قال ابن مفلح: كذا قال، ولم يعتبر ذلك القاضي وغيره من أصحابنا، لأنه إن أريد كلهم فهو باطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إلى الحس. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله: وشرطه أي التواتر، لازال الكلام في المتواتر، سوف يأتي بعد ذلك الكلام عن الخبر الأحاد إن شاء الله تعالى. قال: أن يبلغوا عددا، أي نقلته الناقلون الرواة الذين رووا الخبر، أن يبلغوا عددا. ما وصفه؟ قال: يمتنع تواطؤهم على الكذب. أن يبلغوا عددا، يمتنع في العادة أن يتواطؤوا، أن يتفقوا على الكذب. قال: إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم، يعني أن العادة تحيل تواطؤ ذلك العدد على الكذب من جهتين: إما أن يبلغوا كثرة يستحيل في العادة أن يتواطأ مثل ذلك العدد على الكذب حتى لو كانوا أولئك النقلة الكثيرين، حتى لو لم تتحقق فيهم شروط الرواة بأن لم يكونوا عدولا، بل لم يكونوا مسلمين، والكلام الآن في المتواتر عموما، وهي عادة أكثر الأصوليين أنهم يتكلمون في المتواتر وغيره عموما، وإن كان بعض الأصوليين يخصه من حيث التعريف بالمتواتر من السنة فقط، كما فعل البزدوي في أصوله، قال: أن يتصل بك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره، إلى آخر تعريفه للمتواتر. فالخبر إذا بلغ نقلته عددا يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب كثرة عظيمة، فإن النفس تضطر، أي تصدق بهذا الخبر اضطرارا من حيث العادة البشرية، كما هو معلوم محسوس من قديم وإلى اليوم، أن الأخبار التي يسمعها الإنسان إذا بلغته من جهات كثيرة جدا
فإنه يجزم ويقطع بصدق الخبر من غير التفات إلى ناقله. إذن تحيل العادة اتفاق الكثيرين ولو كانوا على غير الشرط الرواة، الشروط المعروفة لقبول خبر الراوي، أو حتى كانوا غير مسلمين. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: أو لدينهم وصلاحهم، فإن خبر العدد قد لا يكون كثيراً جداً بأن يكون النقل مثلاً 20، لكنهم بلغوا من الدين والصلاح والإجماع على فضلهم وحفظهم وضبطهم ما تقطع النفس بصدق خبرهم، كما لو نقل 20 من الصحابة رضي الله عنهم، فإنك تقطع بصحة الخبر، يسير الصدق به قطعاً، لكن من غيره قد لا تقطع النفس بصدق الخبر. قال: ويشترط كونهم مستندين إلى حس لا معقول لجواز الغلط فيه. الضمير في فيه يرجع إلى الحس وليس إلى المعقول، يعني لا يرجع إلى أقرب مذكور، وإنما إلى أبعد مذكور، إلى الأول. يعني ويشترط كونهم، أي الرواة الناقلين للخبر المتواتر، مستندين في إخبارهم إلى حس، أي إلى شيء يدرك بالحواس، السمع والبصر والشم والذوق إلى آخره. هذا معنى قوله مستندين إلى حس لا إلى أمر عقلي. فالخبر إذا استند إلى حس كالسمع، كقول الصحابي مثلا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا مستند إليه إلى الحس وهو السمع، أو إلى البصر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. استند إلى الحس وهو النظر. وقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. استند إلى الحس وهو اللمس. وقوله أيضا رضي الله عنه: ما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. استند إلى الحس وهو الشم، وهكذا. هذا معنى قولهم استندوا إلى الحس. ثم قال: لا معقول الاحتراز، يعني إنما قلنا إلى حس، استندوا في خبرهم إلى حس لإخراج الاستناد إلى أمر عقلي. لماذا؟ لأن الأمر العقلي لا نحتاج فيه إلى الخبر، فالخبر ما أفادنا شيئا. فلو أخبروا عن حدوث العالم هل أفاد خبرهم شيئا؟ لا، ما أفاد شيئا، لأنه معلوم عند العقلاء. فالأمور العقلية التي يقطع الإنسان بصحتها كالكل أكبر من الجزء وحدوث العالم وغير ذلك من الأمور العقلية المعروفة، أو حتى الأمور العادية التي تدرك بمقتضى العادة ولا يختلف فيها الناس، هذا لا يجري فيه الخبر، لأن الخبر لا يفيد شيئا. ولهذا قال: لجواز الغلط فيه. ما هو الذي يجوز الغلط فيه؟ المدرك بالحواس، فإن الإنسان قد يغلط كما هو مشاهد، يظن أنه يرى شيئاً وهو يراه على خلاف وجهه، ليس كذلك؟ وحينئذ إذا جاز الغلط في المحسوس فإن خبر التواتر أفادنا شيئاً جديداً، وهو صحة هذا الخبر المنقول على سبيل القطع، يعني أفادنا على سبيل القطع. قال: ويشترط كونهم مستوين في طرفي الخبر ووسطه. وفسر الطرفين بقوله: أوله وآخره. إذن أن يستوي، اشترط كون الرواة استووا بهذا الوصف الذي ذكره، وهو بلوغهم عددا تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، أن يكون في كل طبقة من طبقات السند، في أول السند وآخره ووسطه.
قال: ويشترط كونهم ذكره، ثم قال: وفي اشتراط كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان. أي اختلف العلماء في شرط، وهو أنه هل يشترط في نقلة الخبر المتواتر أن يكونوا عالمين؟ العالمين هنا العلم بمعناه الاصطلاحي عند الأصوليين، وهو إدراك الشيء من غير احتمال. هل يشترط في رواة الخبر المتواتر أن يكونوا هم أنفسهم متيقنين بصحة الخبر كما يحصل اليقين لمن سمع الخبر؟ الآن نحن نقول إن خبر التواتر يفيد السامع علماً لا ظناً بصحة الخبر، أي أنه إذا سمع الخبر المتواتر يقطع بصحة الخبر. فهل يشترط هذا في الرواة نفسه أنفسهم فيحصل لهم اليقين بصحة الخبر أو لا، أو يكفي مجرد ظنهم؟ قال ماذا؟ قولاً. ذكر الآمدي من المتفق عليه كونهم بما أخبروا به عالمين لا ظانين. ذكر سيف الدين الآمدي رحمه الله من المتفق عليه، لأن الآمدي قسم الشروط، شروط المتواتر، إلى شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها. فذكر الآمدي كون رواة الخبر المتواتر كونهم عالمين أي متيقنين بما أخبروا به، ذكره من ضمن الشروط المتفق عليها، فهو إذن حكاية إجماع في المسألة، وإن كان أخطأ في نقل الإجماع. إذن قوله من المتفق عليه يعني جعل الآمدي كون الرواة للخبر المتواتر كونهم متيقنين لصحة الخبر جعله متفقا عليه بين القائلين بأن الخبر المتواتر يفيد العلم. ثم قال: واعتبره في الروضة. واعتبره موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في الروضة، روضة الناظر. واعتبره في التمهيد، أي أيضا قال بهذا الشرط أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله في كتابه التمهيد. قال: إن قلنا هو نظري، يعني إن قلنا إن خبر المتواتر ماذا؟ نظري. لماذا؟ قال: لأنه يعني النظري عموما لا خبر التواتر، أي لأن النظرية لا يقع به العلم. لماذا؟ قالوا: لأن الأمر النظري أي الذي يحتاج إلى نظر واستدلال ويتوقف على مقدمات تكون صحيحة، لو كان يفيد العلم لانقلب النظري إلى ضروري، وهذا خلاف الإجماع، فإن الإجماع منعقد على أن المدركات إما نظرية وإما ضرورية. يعني ضروري ونظري ما معناه؟ الضروري معناه أن النفس تضطر إلى التصديق به مباشرة، لا يتوقف على مقدمات ونظر واستدلال، كما لو قلت السماء فوقنا، الشافعي فقيه، الصلاة واجبة إلى آخره، هذا هل يتوقف التصديق به على مقدمات وتأمل واستدلال؟ لا، صدق به النفس مباشرة. أما النظري فهو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل، كما لو قلت يعني المطلقة تعتد بالحيض لا بالأطهار، فإنك تتوقف فيه، لأنه ربما يكون صواباً وربما يكون خطأً بأن تعتد بالأطهار لا بالحيض. هذا الفرق بين النظري والضروري. قال: ولأن علم السامع فرع على علم المخبر. يعني ماذا؟ قال:
ولأن علم السامع فرع عن علم المخبر، يعني فكيف يقال بأن التواتر يفيد السامع علما وهو لم يفد العلم لأهله الناقلين له؟ يعني هذا دليله، علم السامع متفرع عن علم إيش؟ المخبر. طبعا هذا دليله، وهو دعوة، هو مجرد دعوة. يقولون ماذا؟ علم السامع فرع عن علم المخبر. فإذا قلت إن السامع يفيده خبر التواتر صدق المخبر ضرورة، يعني يفيد القطع بصحته، إذن يجب أن تشترط هذا حتى في الناقلين، بمعنى أن تقول أفاد ناقليه العلم كما أفاد سامعيه. ولو قلت إن خبر التواتر يفيد سامعيه العلم نظرا لا ضرورة، فكذلك تقوله في المخبرين. قال ابن مفلح كذا قال، من هو؟ من يعرف؟ أحسنت، يعني أبو الخطاب، المراد أبو الخطاب الكلوذاني صاحب التمهيد. يقول كذا قال: ولم يعتبر ذلك القاضي وغيره من أصحابنا. يعني الآن يرد على من؟ ابن مفلح شمس الدين، يرد على من؟ على أبي الخطاب. يقول: ولم يعتبر ذلك القاضي، أي أن شيخه شيخ أبي الخطاب وهو القاضي أبو يعلى لم يعتبر هذا، بل قال: يكفي أن نقلة التواتر نقلوا هذا الخبر، سواء كانوا قاطعين بصحة الخبر أو كانوا ظانين، أو كان بعضهم ظاناً وبعضهم قاطعاً بصحته. قال: ولم يعتبر ذلك القاضي وغيره من أصحابنا، لأنه إن أريد كلهم، يعني إن أريد حصول العلم لجميع النقلة لهذا الخبر المتواتر، إن أريد كلهم فهو باطل. لماذا هو باطل؟ قال: لجواز ظن بعضهم، بمعنى أن هذا أن العقل يجوز، بل العادة، العقل والعادة يجوزان أن بعض النقلة هذا الخبر الذي نقلوه يقطعون بصحته، وبعضهم يظنه، لأنهم ما أخبروا مجتمعين. يعني خبر التواتر شرطه أن يبلغوا كثرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لكن ليس شرطاً أن يخبروا مجتمعين بل متفرقين، وحينئذ فإذا كان كل يخبر وحده فيجوز أن بعضهم يفيده هذا الخبر القطع وبعضهم يفيده الظن، لا سيما عند وجود القرائن. فلهذا قال: لجواز ظن بعضهم. قال: وإن أريد بعضهم، يعني إذا أريد أن العلم يحصل لبعضهم لا لجميعهم، قال: فلازم من استنادهم إلى الحس. لماذا؟ لأن الحس كما مر معنا في أول الكلام أن الإدراك فيه ظني أو قطعي، ظني لجواز الخطأ. قال: ويعتبر فيه، أي التواتر، عدد معين. أظن وقفنا هنا، تفضل يا شيخ. ويعتبر فيه، أي التواتر، عدد معين واختلفوا في قدره، والصحيح عند المحققين من أصحابنا وغيرهم لا ينحصر في عدد، بل له ضابط، وضابطه ما حصل العلم عنده، فيعلم إذن حصول العدد ولا دور. وقيل أقله اثنان كالشهادة، وقيل أربعة كالزنا لأنه أعظم الشهادات، وقيل خمسة زيادة على أغلظ الشهادات، وقيل عشرون لقوله عز وجل: إن يكن منكم عشرون، وقيل سبعون لاختيار موسى قومه، وقيل عشرة لأن ما دونها آحاد، وقيل اثني عشر بعدد النقباء، وقيل أربعون كعدد الجمعة، وقيل ثلاثمائة ونيف بعدد أصحاب بدر، وقيل ألف وسبعمائة كبيعة الرضوان، وأكثر هذه الأقوال ضعيف لا عبرة به. أحسنت.
قال: ويعتبر فيه، أي التواتر، عدد معين. الآن الذي سبق هو محل اتفاق أن التواتر لا بد أن يبلغ عددا تحيل العادة تواطؤا مثل ذلك العدد على الكذب، لكن بعد ذلك يختلفون، هل يشترط عدد معين أو يكفي أن يبلغوا عددا يستحيل في العادة أن يتفق مثلهم على الكذب؟ قولان العلماء ذكرهم المصنف فقال: ويعتبر فيه، أي التواتر، عدد معين، يعني هذا أحد القولين وهو قول الأقل من العلماء، لأن القول الآخر هو قول الجمهور. قال: واختلفوا في قدره، أي يعني هؤلاء أنفسهم اختلفوا بعد اتفاقهم على اشتراط العدد المعين، اختلفوا في قدره، كم هذا العدد المشترط؟ قال: والصحيح عند المحققين من أصحابنا وغيرهم لا ينحصر في عدد. نعم، هو صحيح من المذهب وهو قول الجمهور أنه لا يشترط عدد بعينه، وإنما أن يبلغوا كثرة إذا سمع السامع هذا العدد يخبرون بخبر فإنه يصدق ويقطع بخبره. قال: بل له ضابط، يعني لا يشترط عدد معين لكن هناك ضابط، ما هو؟ قال: وضابطه ما حصل العلم عنده، ما حصل العلم عنده. فأحياناً قد يخبر العشرون بخبر ونقطع بصدقه، وأحياناً الثلاثون، وأحياناً الأربعون، فليس هناك عدد معين. المهم أنهم كثرة يستحيل في العادة إذا سمع الإنسان خبرهم أن يقول هؤلاء اتفقوا على كذب الخبر أو على الخطأ في الخبر. قال: فيعلم إذن حصول العدد، هذا فاء النتيجة، فاء التفريع. قال: ما حصل العلم عنده، فينتج من هذا ماذا؟ حصول العدد، بمعنى أننا فنعلم حينئذ، حين قطعت النفس بصدق هذا الخبر، علمنا حينئذ أنهم بلغوا عددا يستحيل أن مثلهم يتفق على الكذب. ثم قال: ولا دور. ولا دور هو جواب اعتراض مقدر، تقديره حصول العلم فرع عن العدد، ولهذا قلتم في تعريف المتواتر أنه ما أخبر به عدد يستحيل في العادة إلى آخره. إذن حصول العلم فرع عن العدد، فلو عرفنا حصول العدد بحصول العلم لكان دورا يتوقف كل منهما على الآخر. فقال في الجواب إنه لا دور. لماذا؟ لأن حصول العلم بصدق الخبر هو معلول الإخبار، عندنا علة وعندنا معلول، حصول العلم هو معلول للإخبار ودليل عليه، فإخبار هؤلاء العدد الكثير هو علة، علة لأي شيء؟ لحصول العلم. يعني لو قيل لك: لما صدقت بهذا الخبر وقطعت به؟ أنا الآن أسألك عن العلة، فتقول: لأنهم عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. وحينئذ الاستدلال على وجود العلة بوجود المعلول أمر لا ينكر، الاستدلال على وجود العلة بوجود المعلول الأثر والمؤثر هذا لا ينكر، وإلا لما صح الاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى بوجود مخلوقاته، وهذا باطل قطعا، فإننا نستدل بهذا الخلق البديع على وجود خالقه سبحانه وتعالى. ثم قال: وقيل أقله اثنان، يعني هذا التفصيل هو تفصيل للمذهب الأول،
المشترط لعدد معين في خبر التواتر، فاختلفوا على أقوال، فقال: وقيل أقله اثنان، يعني أن خبر التواتر يحصل بخبر الاثنين فما فوق. ما دليله؟ قال: كالشهادة، يعني قياساً على الشهادة، فإن الشهادة يشترط لها اثنان. كثير من الشهادات، ليس كل الشهادات، لكن كثير من الشهادات يشترط لها شاهدان، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال: فنقيس ماذا؟ الرواية على الشهادة. وقيل أربعة، هذا القول الثاني، يعني أن خبر التواتر يكون بأربعة فأكثر، فيكون الأقل، أقل العدد المشترط هو أربعة. ما دليلهم؟ قال: كالزنا، يعني قياساً على الشهادة في الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال: لأنه أعظم الشهادات، يعني هو أكثر الشهادات في عدد الشهود المذكور في النصوص الشرعية، أكثر شيء هو أربعة، لا يوجد أكثر من أربعة في النصوص الشرعية. قال: وقيل خمسة، زيادة على أغلظ الشهادات، زيادة على أغلظ الشهادات، وأغلظ الشهادات كما سبق آنفا أربعة، فقال بعضهم خمسة. لماذا خمسة؟ قالوا: لأن إذا شهد أربعة فإن للقاضي أن يطلب مزكين يزكون هؤلاء الشهود، فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم بنفسه ما جاز للقاضي أن يطلب من يزكيهم، فلا بد حينئذ من الزيادة على الأربعة، فنقول ماذا؟ خمسة، هكذا قالوا. قال: وقيل عشرون، لقول الله عز وجل: إن يكن منكم عشرون صابرون. قال: وقيل سبعون، لقوله تعالى: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. وقيل عشرة، لأن ما دونها آحاد، يعني ما دون العشرة من الواحد إلى التسعة آحاد، والعشرة هي أول العقود، تقول عقد العشرة كما تقول عقد العشرين وعقد الثلاثين وعقد الأربعين، فما دون العشرة، ما هو أقل من العشرة آحاد. قال: وقيل اثني عشر، بعدد النقباء، يعني نقباء بني إسرائيل، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقيل أربعون، كعدد الجمعة عند من يشترط الأربعين وهم الشافعية والحنابلة. وقيل ثلاثمائة ونيف، النيف في لغة العرب هو للعدد من واحد إلى ثلاثة، من واحد إلى ثلاثة يسمونه نيفا، وأما من الأربعة إلى التسعة فهو بضع، بضع. طيب، ما دليل هؤلاء على أن أقل التواتر ثلاثمائة ونيف؟ قال: بعدد أصحاب بدر، بعدد المسلمين المقاتلين في معركة بدر. وقيل ألف وسبعمائة، كبيعة الرضوان، فقد ورد في بعض الأخبار أنهم ألف، أنهم ألف وسبعمائة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: وأكثر هذه الأقوال ضعيف لا عبرة به، يعني لا يستحق الوقوف عنده كثيرا. وقوله أكثر هو إحسان الظن من المؤلف رحمه الله بهذه الأقوال، وإلى الحقيقة أن جميع هذه الأقوال ضعيف لا يعني يليق الوقوف عنده كثيرا، حتى قال علاء الدين البخاري رحمه الله: ما تمسكوا به ليس بشبهة فضلا عن أن يكون دليلا. وإذا كان أضعف حتى من الشبهة فحينئذ لا يستحق أن يجاب عنه. قال:
ولا تشترط العدالة والإسلام إلى آخره. نعم فضل شيخ. ولا تشترط العدالة والإسلام عند الجمهور، ولا تشترط العدالة والإسلام عند الجمهور خلافا لبعض الشافعية، لأن العلم قد يحصل بخبر فاسق وكافر، ولعدم انحصارهم في بلد أو عدد اختاره الأكثر. وشرط طوائف من الفقهاء أن لا تحويهم بلد ولا يحصيهم عدد، ولا عدم اتحاد الدين والنسب اختاره الأكثر. وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به خلافا للمرتضى، وكتمان أهل. نعم إذا أحسنت جزاك الله خير. قال ولا تشترط العدالة والإسلام عند الجمهور، وكما قلنا من قبل إن كلام المؤلف وغيره، كلام المؤلف وغيره من العلماء الأصول هو في المتواتر عموما، خبر متواتر في نفسه بقطع نظر عن كونه من السنة المشرفة أو من غيرها، وإلا فمن حيث الواقع الأخبار المتواترة في السنة المشرفة كل رواتها من المسلمين. قال ولا تشترط العدالة والإسلام عند الجمهور. نعم هو كما قال المصنف، هو قول أكثر العلماء خلافا لبعض الشافعية. قال لأن العلم هذا شروع في دليل الجمهور لا دليل المخالف، يعني استدل الجمهور بدليل تقريره أن العلم قد يحصل بخبر فاسق وكافر، والعادة تقضي بهذا، فإن العادة تقضي بصحة بصدق الخبر الذي ينقله عدد كثير يستحيل أن مثلهم يتفق على الكذب. ثم قال ولا عدم انحصارهم، يعني ولا يشترط في الخبر المتواتر أن يبلغ الرواة كثرة بحيث لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد، ما يشترط هذا. قال اختاره الأكثر. نعم هو قول عامة العلماء. وشرط طوائف، هذا شروع في المذهب الثاني، شرط طوائف من الفقهاء أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد. نعم ذكره قلة قليلة من الفقهاء، بعض الحنفية اشترطوا هذا الشرط، وطبعا لا شك أن هذا بعيد، لأن النفس تقطع بصدق خبر أهل الجامع لو قالوا إن الخطيب حصل له كذا وكذا، لو قالوا إن مات الخطيب وهو يخطب أو سقط من على المنبر وأخبر به كل أهل الجامع، فإن النفس تقطع بصدق خبره، فكيف بأن يحويهم بلد؟ هذا أهل جامع فقط، فكيف يشترط أن لا يحويهم بلد؟ قال ولا عدم اتحاد الدين والنسب، هو عطف على ما سبق من المسائل، يعني ولا يشترط عدم اتحاد الدين والنسب اختاره الأكثر. نعم هو مذهب الأكثرية، أكثر العلماء على أنه لا يشترط تخالف المخبرين في الدين وتخالفهم في النسب. وشرط قوم، هذا شروع في المذهب الثاني، وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن. لماذا شرطوا؟ قالوا لأن هذا أبعد عن التهمة، فإنه إذا اختلفت أديانهم وأوطانهم وأنسابهم كان أقرب إلى التصديق بخبرهم وأبعد عن شبهة الاتفاق على الكذب. ثم قال ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، يعني ولا يشترط في النقلة ألا يعتقد خلاف المخبر، ما يشترط، بل يكفي أنهم نقلوا الخبر
سواء كانوا يعتقدون ما نقل أو يعتقدون خلافه. فلو نقل النقلة الخبر على أن العينة حرام، وكان بعض الناقلين يرى أن بيع العينة حلال، فهل يؤثر هذا في الخبر؟ لا يؤثر. ليس شرطاً أن ينقل الرواة خبراً ويعتقدون ما فيه، سواء كان في الفقه أو في أصول الدين. خلافاً للمرتضى، خلافاً للمرتضى الشريف المرتضى المتوفى سنة 436 هجرية، فإنه اشترط ذلك، توافق الخبر مع اعتقاد المخبر. لماذا؟ يقول لأن المعتقد يعني أمر مستقر وثابت، والخبر طارئ عليه، فلا يزال الشيء المستقر الثابت بالأمر الطارئ، يعني هكذا يقول، وهو لا شك بعيد عن الصواب. تفضل يا شيخ. نعم. وكتمان أهل التواتر. طيب لحظة يا شيخ، نعيد المسألة، بعضكم يسأل، ماذا يقول المصنف؟ قال: ولا عدم اعتقاد نظير المخبر به. ما معناه؟ ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، يعني لا يشترط في المخبرين ألا يكونوا معتقدين لخلاف الخبر، يعني لما تضمنه الخبر من حلال وحرام، خلافاً لماذا؟ للمرتضى، شذ بهذا المذهب فاشترط هذا الشرط. لماذا؟ قال: لأن المعتقد في نفس المخبر، المخبر هذا المعتقد الذي يعتقده أمر ثابت قار في نفسه، لو لم يكن كذلك لم اعتقده، وهذا الخبر الذي ينقله أمر طارئ فهو أضعف منه فلا يرفعه، وحينئذ نشترط أن يكون الخبر موافقاً لاعتقاد المخبر. ثم قال: وكتمان أهل التواتر. اقرأ يا شيخ. وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع، خلافاً للإمامية لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه، لأنه كتواطؤهم على الكذب وهو محال، وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف، الأصح المنع عادة. وذهب قوم منهم القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري وغيرهما إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها من الوقائع، ولغيره من الأشخاص ممن شاركه في السماع من غير اختلاف. قال بعض أصحابنا: وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، لأن حكم المسلمين واحد. طيب أصلح الخطأ، لأن حكم المثلين واحد. لاحظوا كلمة المثلين تحرفت إلى المسلمين. أحسن الله إليك. لأن حكم المثلين واحد، أما مع اقترانها أي القرائن به فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبراً يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص بها أحدهما دون الآخر، ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن، كمن خرج من عند مريض في النزل ثم مر ببابه فرأى تابوتاً بباب داره وصراخاً وعويلاً، ثم أخبره مخبر بموته، ولولا خبر المخبر لجوز أنه لم يمت بعد، وأن الميت غيره لقيامها أي القرائن مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به، والله أعلم. أحسنت. قال: وكتمان أهل التواتر
ما يحتاج إلى نقله ممتنع، كتمان العدد الكبير لخبر سمعوه أو رأوه، شيء رأوه فنقلوه، ثم يجتمع على كتمانه أمر ممتنع في العادة، كما امتنع اتفاقهم على الإخبار عن خطأ أو كذب، كذلك يمتنع سكوتهم عن شيء رأوه أو سمعوه. قال: خلافاً للإمامية لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه. إذن المخالف بهذه المسألة هم الإمامية. لماذا قالوا قرروا هذا الأصل أنه يجوز على أهل التواتر كتمان شيء سمعوه ويحتاج الناس إلى معرفته؟ قال: لأمر عندهم في الإمامة، وهو أنهم يدعون يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 100,000 من الصحابة رضوان الله عليهم في غدير خم، ثم قال: الإمام بعدي علي، ثم اجتمع الصحابة على كتمان هذا الخبر، حاشاهم رضي الله عنهم. قال: لأنه هذا شروع في دليل الجمهور، دليل المذهب الأول، دليل أهل السنة. قال: لأنه، ما هو الضمير؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى الكتمان. أحسنت، لأن كتمانهم أي لأن سكوته كتواطئهم على الكذب، كما قلنا آنفا، فإن استحالة اتفاقهم على نقل الخبر كذبا مثله كذلك اتفاقهم على السكوت عن تبليغ خبر سمعوه. قال: وهو محال. نعم، هو محال، محال في العادة، ومحال شرعا فيما زعمته الرافضة. أما أنه محال عادة فلأنه يبعد، أن كما بثنا قبل قليل قلنا: لو أن أهل جامع رأوا الخطيب يسقط من على المنبر أو يموت، ثم لم يخرج هذا الخبر، هل يعقل هذا؟ لا يعقل، لا بد أن يبلغه إما الجميع وإما بعضه، لا بد أن ينقل في العادة. وأما في الشرع فواضح، فإن الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم بإجماع العلماء، زكاهم الله تعالى وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف. يعني هل يجوز الكذب أو الخطأ فيما أخبر به أهل التواتر؟ قولا: الأصح المنع. نعم، هو الصحيح أنه لا يجوز الكذب عليهم فيما أخبروا به. ولهذا قلنا في تعريف المتواتر ماذا؟ خبر جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، فهي إحالة عادية. قال: وذهب قوم، هذه مسألة جديدة لا علاقة لها بما قبل. قال: وذهب قوم منهم القاضي أبو بكر أي الباقلاني وأبو الحسين البصري وغيرهما إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها من الوقائع ولغيره من الأشخاص ممن شاركه في السماع من غير اختلاف. قوله من غير اختلاف لا يرجع إلى السماع، إنما يرجع إلى حصول العلم، إلى إفادة العلم، بمعنى أن الخبر الذي يحصل به العلم أي القطع في واقعة من الوقائع كالإخبار عن موت فلان أو عن سفره، أو الإخبار لشخص
أن هذا العدد الكثير أخبروا شخصاً من الأشخاص، فإنه يفيد القطع ليس لهؤلاء فقط، ليس في مثل هذه في الواقعة هذه بعينها ولذلك الشخص بعينه، بل في كل واقعة تشبهها وفي كل شخص يسمع نفس الخبر. العلم يحصل في كل الوقائع المشابهة لهذه الواقعة ويحصل لكل سامع كما حصل للسامع الأول من غير اختلاف. يعني العلم هو هو، لا تباين فيه، القطع هو هو. قال بعض أصحابنا وهو صحيح، ثم قال إن تجرد. قال بعض أصحابنا كابن قدامة وابن قاضي الجبل والمرداوي وجماعة أخرى من الحنابلة قالوا وهو صحيح، أي هذا القول صحيح، لكن متى؟ قال صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن. إذا تجرد الخبر عن القرائن. طيب لما هذا الشرط؟ قال لأن حكم المثلين واحد، المثلين تثنية مثل، فما دام أنه أفاد القطع لزيد فلا بد أن يفيد القطع لعمر، لكن إن تجرد عن القرائن. قال أما مع اقترانها، والكلام كما قلنا في الخبر عموما سواء كان متواترا أو آحادا، قال أما مع اقترانها أي القرائن به أي بالخبر فيجوز الاختلاف، فيجوز الاختلاف. كيف الاختلاف؟ بمعنى أن السامع الأول قد يفيده الخبر العلم والقطع، والسامع الثاني يفيده الظن بصحة الخبر، وكما قلنا أن هذا في الخبر عموما. طيب لما هذا؟ لماذا يتفاوت والخبر هو نفس الخبر والمخبر هو نفس المخبر؟ لما يحصل التفاوت في إفادة العلم لشخص وإفادة الظن لشخص آخر؟ قال إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص بها أحدهما دون الآخر. فلو جاء رجل إلى زيد وعمر وهما جالسان معا فقال لهما تزوج بكر، الآن يخبرهما معا بخبر واحد وهو أن بكرا قد نكح، وكان زيد أحد السامعين، كان أحدهما قد رأى بكرا من قبل يخطب امرأة ويشتري جهاز العروس ويقوم ويقعد ويجتهد في التحضير للنكاح، وأما عمرو فلم يبلغه شيء من ذلك، أول مرة يسمع الخبر ولم يرى بكرا أصلا، فإن الأول الخبر يفيده ماذا؟ العلم لوجود القرائن المحتفى به، وأما الثاني فيفيده الظن. قال ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن. خبر الآحاد قد يفيد العلم، مع أن الخبر الآحاد كما سيأتي أن قول الأكثرين أنه يفيد الظن، لكن مع ذلك مع وجود القرائن فإن خبر الآحاد قد يفيد القطع. ثم مثله المصنف رحمه الله فقال كمن خرج من عند مريض في النزع، ينازع الروح تخرج روحه في سكرات الموت، قال ثم مر ببابه فرأى تابوتاً بباب داره وصراخاً وعويلاً، ثم أخبره مخبر بموته، يحصل له ماذا؟ العلم لوجود ماذا؟ القرائن. خرج من عنده وهو ينازع، ثم بعد أن خرج ما رآه بعد ذلك يعني، لكنه رأى ماذا؟ التحضير
لحمله ودفنه، وسمع صراخا من بيته، فإن هذه القرائن لو سمع فيما بعد أن فلانا مات مع الخبر، الخبر مع ضميمة القرائن تفيده القطع بموت ذلك الشخص. قال: ولولا خبر المخبر لجوز أنه لم يمت بعد، لأنه خرج من عنده وهو لا زال حيا. قال: وأن الميت غيره، يعني لولا الخبر لجوز المجوز، لجوز أي إنسان أن الذي يصرخ عليه أهله هو شخص آخر وليس ذلك الذي ينازع. قال: لقيامها، هذا تعليل لإفادة القطع، أي إنما قلنا إن مثل هذا الخبر يفيد القطع لقيام القرائن مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به. يعني هذه القرائن ما من قرينة من القرائن إلا وكأنها شخص عدل يخبرك بذلك الخبر، فاجتماع القرائن الكثيرة مع الخبر تفيد القطع. مثل ماذا؟ مثل لما إذا روى الناس مثلا حديث في الرقة ربع العشر وهو خبر أحد، ثم وجدت أن الفقيه الفلاني يعمل به، والثالث يعمل به، والثاني يعمل به، والثالث كذلك، والرابع، وجيل من الأجيال يعملون به من غير نكير، أليست هذه قرائن تقوي الظن بصدق الخبر حتى تقطع بصحته؟ ليس كذلك؟ وكذلك لو صححه زيد ثم رأيت أن العالم المحدث الفلاني أيضاً صححه، والثالث والرابع والخامس، وظلوا في تزايد، أليست قرائن على صدق الخبر؟ نعم، مع أن هؤلاء ليسوا مخبرين وإنما مصححون للحديث أو عاملون به، لكن تكاثر هذا التصحيح من العلماء أو تكاثر العمل به من الفقهاء قرائن تشهد بقوة الخبر حتى تقطع بصحته. نعم، تفضل يا شيخ. فصل. وخبر الواحد وهو ما عدا التواتر ذكره الشيخ في الروضة وغيره، وقيل إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا، ذكره الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم، وذكره الإسفرائيني، وأنه يفيد العلم نظرا والتواتر ضرورة. وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به أي بالآحاد قولان، اختار الأكثر لا يحصل، وقال ابن أبي موسى وجماعة من المحدثين يحصل، وحمله المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وإتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول. أحسنت. قال: فصل شروع في القسم الثاني من أقسام الأخبار وهو الخبر الآحادي، فبدأ بتعريفه كما هي العادة. قال: وخبر الواحد هو ما عدا التواتر، ذكره أي ذكر هذا التعريف الشيخ أي موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في الروضة وغيره، أي وذكره غيره، ذكره كثير من العلماء من الأصوليين والفقهاء والمحدثين، وهو تعريف صحيح. لماذا؟ لاتفاق الكل على أن الأخبار، أو لاتفاق الأكثرين على أن الأخبار إما أحادية وإما متواترة، فإذا كان التواتر قد عرفناه فما عداه فهو أحادي. وبناء على هذا التعريف أن الآحاد هو ما عدا المتواتر، فيكون خبر الواحد وخبر الاثنين وخبر الثلاثة وخبر الأربعة كلها من أخبار الآحاد لأنها ما عدا المتواتر، بخلاف القول الثاني في تعريفه. ماذا قال؟ قال: وقيل إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا. ذكره الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم. إذن القول الثاني
يجعل السنة كم قسماً؟ كم قسم؟ ثلاثة أقسام: آحاد، ومستفيض الذي هو المشهور، والمتواتر. فيكون المستفيض المشهور في منزلة بين منزلتي الآحاد والتواتر. وتعريفه حينئذ، تعريف المستفيض ما هو؟ ما رواه أربعة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. يكون ماذا المستفيض المشهور؟ ما رواه أربعة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. طيب، والآحاد عندهم، عند هؤلاء، تقول هو ما عدا المستفيض والمتواتر. يكون تعريفه ماذا؟ ما عدا المستفيض والمتواتر. وهذا المذهب مذهب ذهب، يعني قال به جماعة من العلماء من الأصوليين ومن المحدثين، والأكثر على أن المستفيض المشهور هو قسم من أقسام الحديث الآحادي. وذهب جماعة من الأصوليين كالصيرفي وأبي بكر القفال إلى أن المستفيض مرادف للمتواتر، وذهب الحنفية إلى القول بالمشهور، فالقسمة عندهم ثلاثية، أي آحاد ومشهور ومتواتر، إلا أن تفسيرهم يختلف عن تفسير هؤلاء. فالحنفية يعرفون المشهور بأنه ما كان آحادياً في العصر الأول، يعني في القرن الأول الهجري، ثم تواتر بعد ذلك، يعني أصله آحادي ثم بعد ذلك صار متواترا، فيسمونه المشهور أو المستفيض، وهو من حيث الحكم كالمتواتر. قال: وذكره الإسفرايني. الإسفرايني بكسر الهمزة وفتحها قولان مشهوران لعلماء الأنساب والتاريخ، الإسفرايني والأسفرايني، وهو المراد هنا أبو إسحاق الإمام المشهور، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، المتوفى سنة 418 هجرية، شيخ أبي الطيب الطبري. قال: وأنه، الضمير يرجع إلى المشهور المستفيض، أي وأن المشهور المستفيض يفيد العلم نظراً، والتواتر، أي وأن التواتر يفيد العلم ضرورةً. هذا حل العبارة، يعني وقال أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله إن الخبر المشهور يفيد العلم لكن نظراً، وأما المتواتر فيفيد العلم لكن ضرورة. وقد سبق أن ذكرنا الفرق بين النظر وبين الضروري، فالخبر المتواتر يفيد العلم ضرورة، أي ما يحتاج إلى استدلال، لا يتوقف عنده السامع، يصدق به مباشرة. وأما يفيده نظراً فمعناه أنه إذا قامت القرائن والأدلة الأخرى على صدق الخبر أفاد العلم والقطع، وإن لم تقل أفاد الظن. وقلنا إن الاستدلال والنظر هنا هو أن يوجد العلماء مصححين له، أن يجد العلماء، علماء أهل الحديث، يصححون الخبر، أو يجد الفقهاء يعملون بالخبر من غير نكير، فتقوم هذه القرائن تفعل ماذا؟ هذه القرائن تجعل ذلك الخبر المستفيض يفيد العلم والقطع، مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم، وهو حديث مستفيض، والعلماء يصححونه. فتقوم هذه القرائن بإفادة القطع، أو مثل في الرقة ربع العشر، وفي 200 درهم 5 دراهم، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر،
الرقة الفضة، فإنه حديث مستفيض كما ذكر أبو بكر بن فورك وغيره، وعمل الفقهاء به قرائن نظرية يتوقف عليها القطع بصحة الخبر. قال: وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به، أي بالخبر الأحد، قولان: اختار الأكثر لا يحصل، اختار الأكثر من الحنابلة، بل أكثر العلماء على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم والقطع، وإنما يفيد الظن، والظن سبق مراراً بيان معناه أنه دلالة الدلالة على الشيء الراجح مع احتمال شيء مرجوح، احتمال آخر مضاد له يكون مرجوحاً، فالاحتمال الراجح هو الظن أو الظاهر. قال: وقال ابن أبي موسى الشريف، ابن أبي موسى صاحب كتاب الإرشاد المتوفى سنة 428 هجرية، وجماعة من المحدثين يحصل، أي يحصل العلم بخبر الواحد يعني بمجرده، بمجرد خبر الآحاد، بمجرد ما تسمعه فإنه يفيد القطع. قال: وحمله المحققون، هذا اعتذار من أصحاب المذهب الأول عن هذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: وحمله المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وإتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول، يعني خرجوا هذا القول مخرجا حسنا، وهو ماذا؟ ما إذا نقل هذا الخبر أئمة كلهم ثقات متقنون ضابطون حافظون، وتساوت طرقهم، كلهم كانوا بهذا الوصف في جميع الطرق، ولم تبلغ طرقهم حد التواتر، بل لا زال أحادية. ثم فوق هذا تلقته الأمة بالقبول والعمل من غير نكير، فإن هذه القرائن تكون بمثابة كثرة المخبرين، فينقلب الأحادي قطعيا، يفيد القطع للظن. وقفنا عند هذا، وقفنا هنا. طيب تفضل يا شيخ. وفي تكفير من جحد ما ثبت به، أي بخبر الآحاد، خلاف ذكره ابن حامد من أصحابنا. وإذا أخبر إنسان بشيء بحضرته عليه السلام ولم ينكر عليه، دل عدم إنكاره على صدقه ظنا في ظاهر قول أصحابنا وغيرهم، وقيل قطعا اختاره بعضهم لأنه عليه السلام لا يقر على الخطأ. وكذا الخلاف فيما لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه. قلت: الخلاف في الأولى أقوى. أحسنت. يقول: وفي تكفير من جحد ما ثبت به، أي بخبر الآحاد، خلاف، فيه خلاف ما ثبت به، يعني الحكم الذي تضمنه الخبر، الحكم الذي تضمنه الخبر. قال: ذكره ابن حامد من أصحابنا، الحسن ابن حامد أبو عبد الله الوراق البغدادي المتوفى سنة 403 هجرية، يعني ذكر هذا الخلاف، والخلاف إنما هو بين الأصحاب، فحينئذ تكون وجوها لا روايات ولا أقوالا، وجهان في المذهب في تكفيره وعدم تكفيره، والأكثرون على عدم تكفيره ما لم يكن نفس الحكم مجمعا عليه. أما إن كان مجمعا عليه خرج عن مسألتنا وصار إنكار الشيء المجمع عليه. وخالف قلة قليلة من العلماء فصاروا إلى القول بتكفير جاحد ما تضمنه خبر الآحاد، ومنهم إسحاق ابن راهويه رحمه الله. ثم قال: وإذا أخبر إنسان بشيء بحضرته عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، دل عدم إنكاره على صدقه. إذا أخبر إنسان عن خبر، عن شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
يسمعه عليه الصلاة والسلام ويسكت، ما ينكر عليه الخبر، فإنه يدل على صدقه، على أن صدق الراوي فيما أخبر به، يعني على صدق هذا الخبر. هذا محل اتفاق إلى الآن أنه يدل على صدقه، لكن يبقى بعد ذلك خلاف، ما نوع هذا التصديق؟ يعني الصدق صدق الخبر قطعا أو ظنا؟ قولا، قال ظنا، هذا القول الأول، ظنا في ظاهر قول أصحابنا وغيرهم، هذا القول الأول يفيد ظن صدقه كخبر تميم الداري رضي الله عنه أنه رأى الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه وسكت، بل أخبر الصحابة بما نقله تميم رضي الله عنه. قال وقيل قطعا هذا القول الثاني، يعني يدل على صدق الخبر قطعا، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقر إنسانا على خطأ. اختاره بعضهم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ. ثم قال وكذا الخلاف، نفس الخلاف هذا الذي ذكره موجود أيضا في مسألة أخرى، قال وكذا الخلاف فيما لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه. إذا أخبر الواحد بخبر أمام جمع كبير وسكتوا كلهم فلم ينكر عليه أحد، فإنه يدل على صدق خبره، إما ظنا وإما قطعا، كإخبار معقل بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية رضي الله عنها بمهر نسائها، وهي نكاح المفوضة يسمونه، إذا من نكحت ولم يسمى مهرها ثم طلقت، وكم يكون لها من المهر وهو لم يسمى لها، لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. فأخبر بهذا معقل بن سنان بحضرة ابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين ولم ينكروا عليه. ثم قال المصنف رحمه الله قلت الخلاف في الأولى أقوى، الخلاف الأولى أقوى من الخلاف في المسألة الثانية. الخلاف ما هي المسألة الأولى؟ الإخبار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة الثانية الإخبار بحضرة جمع كثير، فالخلاف الأولى أقوى من الخلاف في الثانية. كأنه يقول إن الخلاف في المسألة الثانية خلاف شاذ، ما هو شذوذ؟ القول بأنه يفيد القطع، القول بأن خبر الواحد أمام جمع كثير يفيد القطع، ماذا؟ شاذ. وقول الأكثرين على أنه يفيد الظن بخلاف المسألة الأولى، فإن الخلاف فيها ليس شاذًا بل خلاف قوي، لأن الذي صدقه على الخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.